جوار خط التماس في مواجهه احمد علاء، يحتاج الى مسانده، في حاجه الى ادهم، في حاجه الى خدمات اسلام عبد النعيم، لكن الحوار كان ما بين الظريف احمد علاء، ينتهي لصالح المدافع احمد علاء. احمد علاء قد يقع في المحظور ويحصل على صفراء ثانيه واحمرت يا احمد يا علاء. خطأ ساذج من احمد علاء في الدقيقه 69، فيستحق الحمراء بعد الصفراء الثانيه احمرت من قبل احمد الغندور. كره خطا لصالح احمد علاء، والحكم احتسب بالفعل الخطا على لاعب محمد الظريف اللي نجح بذكاء ان يستفز اللاعب احمد علاء واوقعه في المحظور ويحصل على بطاقه حمراء. الامور تزداد صعوبه، المصائب لا تاتي فرادى عند المدير الفني معتمد جمال، متاخر في النتيجه ومنقوص العدد بعد طرد للمدافع احمد علاء وطرد، وبالتالي الفريق هيلعب ب10 لاعبين لمده 20 دقيقه.